السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصبح بالرضوى، وعشت في وشاح وربيت وشاح ومالود وشاح وربيت أرعى البوش وأطرف البوش، نسرح الصبح ولي العصر، ما هي كل يوم مسيل وهذا وما أدري شو حياتك ويا البوش، غدا ما تقيت يهرب لبن وانت تبعهن ويهن تسمع والضبويهن، وعقب ما تغوي باتوا يسخنون اللبن ويقتبقون يسمونه غبوق، غبوق هذا في الليل يسمونه غبوق، الصبح يسمونه صبوح، صبوح تسمع يشتب اللبن والتمر والقرص ما هي جليل عيش هذاك، والطحين والطحين يعني ما هي طحين جاهز ذاك اليوم تراهم يطحنونه على الرحى، عندهم رحى يسمونها الرحى يطحنون عليها تسمع يطحنون عليها الحرمات، ويسوون الخبز ولا قرص وغمسوه من ذاك اللبن، ولا الصبح تريقه تمر ولبن حليب بوش وتمر بس كفاهم، سرح خدم سرح خدم يسوي سخام ويسوي حطب، واللي يرعي بوش يرعي بوش ومطر عليهم ولا عليه تلقاه يفرخ يرعي بوش ومطر يصب عليه ولا 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 يبرد ولا عاد قيل مجيل ما يعطل، قيل ابويها ويرعاهن ويحل من يقارن ابوي حل ابوي شرب وطاح عدالهن رقد لين العصر ما يصير. ترى هنا في السخام يسوي السخام والحطب ونطيبه وناخذ خمسة ايام سايلي وياي وخلاص، ترى هنا يشيلوا الكريات من 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 يزيله يلينا 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 الباطنة، ومن هناك من الباطنة نطلع تسمع نجيب من هناك يشلون السيوب يسمونهم سيوب، الرجال اللي يسلون ويا الحريم ردوهم ردوهم في البلاد يعني بيسلون بمدون يسلون القوس، وعقب ما هذا وموسم الصفري وجهنا مني يجيبني يسمونه درب حام، درب حام هذا مني على بقول على الحين على سوق الجمعة وعلى هذا، ومرات هي مني يوم الدرب هذا يعي هوشة ويقعد في مرة يبع عمال يبع باطنة ويعي على هاتف على الأسود وهذا كسير، ومن هناك عاد الله يسلمك الصهري شو يسوون؟ شلوا تريات هاي من هناك يسمونها تريات، وقدرنا على هي وايد مدة هي 8 أيام 7 أيام لين وصل يزيله، وطوهم هناك وردينا تسمع، وبعد ومرة تسير مني بعد رواحنا هي تمر من هناك عيرب عيرب من 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 باطنة رواح العرشام وليبن حد يمشي حد راتب ما هذا ما يبارك يمشي مو عليهم ما يمشي مول ما عليهم، وايش حياتنا اقول لك، خلاص اشتغلت في الجيش اشتغلت بالطاجيه بريطانيه على كملت لي 3 سنوات وخليتهم، خلاص اشتغلت في جهه دبي بعد كملت لي كم ما بوايد وايد وخلاص سويت عندي شويه مشكله شوي وظهرت عنهم، وخلاص رديت اشتغلت في وزاره 27 سنه وخلاص قعدت من الوزاره، والحمد لله الحين اتظلت قاعد ومعاي عند طويل العمر الله طول عمره ما يقصر بعد والشيخ سلطان، والحمد لله معيشة الحين أبشر الأول صعبة هي معيشة نعم، والحمد لله معيشة خير وايد، وحتى لو ما بتشتغل جالس في بيت ويك شي زاهم، والعيال الحمد لله اللي اشتغل اشتغل والبنات اللي اشتغل اشتغل ما هي قصيرة الحمد لله. ما يصير إلا هني ولا عند الحلال ولا سائر الزيت يبسامان ولا هاي هاي شغلتنا.
عندي عزبه هنا فيها نقاط ونسير لها الصبح ترانا والخل نروح العصر هاي مونتنا نقضي وقتنا ويا الحلال ولا هذا ولا ساير زيت ولا ساير مرة تصير وياح ومرة تصير ماي لسنة والله في الصيف نصيف على 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 وياح قرب الطوي مرة بعيد بعد عنها هاي أكلوا يسوون عجان وموسم الشتاء نشتل نسير فوق ولا في القافص ولا شروس ولا فاحة ولا بيوت شعر نبني بيت شعر وسوي بيت شعر وبنو عدالة حضينة نعم شو عاد حضينة لكن اليوم هذي شبك سوي شبك ودثوها بشوية يمكن بارخوا هذا وسوي حيرة يسمونها حيرة هي حضينة وحيرة ويسوون فيها الرياييل يتابعون في الليل ويهربون اللبن يباتون على طول الليل ليل يرمسون يوم عندي في الليل افترقوا عندهم حد الله طول عمرك شوي عارف تسمع حافظ هي صلى بهم ما عندهم حد كل واحد صلى روحه وروحه ويقلب من عاد الصبح صار وفي غلطتهم اللي عنده هذا اللي هو مستعجل تريق له تمره شوي وشرب عليها حليب كم من هذا اخذ كم هنيان وسرح يعني خصينه وسرح يقطع وفخم هاي شغلتهم الاول هاي عشتهم من عايشين هذا ما هي حلال مي بجيمه اكلهم خبرني واحد شيبه عندنا كان من حاله اسمع يقول نبيع التيس بربع التيس قاعد يبيعها بربع قاعد نبيعها هذاك انا ما لحقت عليه وطن هاك خبرني من زمان من قبله ولا شيء ياخذوا مني دمشق قال حلا يقول لي انا حوشت يقول مني هذاك ذبايح إلين قال هايك شارجة وأنا بعت لها ربع قال وعنص تحويش ماشي سيارات ذاك اليوم لا عرشاب ولا مسارح ومروح وهذا حد يمشي وحد راسب وهذا سيرهم وين دراسة اليوم كل يوم وين دراسة الحمد لله حافظ مو رمي طبعا أعرف شيء من السوى ولكن هم عندهم مدارس الحين ما شاء الله كل شيء متوفر مفروخ مدارسين وكل هذا بعد هو كل شيء والله الحين نقول ان حياتنا الحين احسن راحه وحياه الاول فيها تعب شوي يا غير الاول وصل حياه الاول هذه وصل هذا وهذا تسمع يتقهوي عند هذا وهذا تسمع يساعد هذا يبني بيت ساعدوه يسوي هي فخام ولا هي ساعدوه لين خلص ولا الحمد لله الحين راحة والخير وايد الله يطول عمر الشيوخ نعم يطول عمر الشيخ سلطان والله الشيخ سلطان ما قصر الله يطول عمره ويبجيه ما قصر قصيرة فينا ولا في غيرنا تسمع وعطانا الحمد لله عطانا المكرمة وعطانا الشهادة وشو نبقى بعد ما قصر فينا والله يطول عمره ويخليه قلنا بخير يقول أنا عندي قصيدة أمدح فيها بطايح ووسطى يقول يعلم مطار يسجل بطايح ويبارق يالله من مغيبة على البريل وصوب البريل وهو رايح ويبطي عليه وسطى صبيبة تستاه عليه وسطى مدايح يعلى عرضها تازم عشيبة ويتم ريح الفل فايح والزين فيها نلت جيبه من خلد ما دا سيف ضايح حشيم ما حدي هذيبه عقصى على المترين طايح قال يهوب وخصوره جبيبه وهذه ما حياتنا الاوليه وياكم محمد المصبح بر الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.